هنا بجنازة مهيبة يشيع الفلسطينيون جثمان الطفل عامر أبو زيتون الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. الطفل أصيب بثلاث رصاصات بالرأس واليد وكذلك القدم، وترك ينزف لمدة نصف ساعة دون أن يسمح لطواقم الإسعاف بالوصول إليه لإنقاذه. لاحقا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده. يتقدم المسير في هذه اللحظات عدد كبير من المسلحين الذين خاضوا سلسلة اشتباكات خلال الساعات الماضية للتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحام المخيم، وسط تأكيد على استمرارية التصدي لعمليات المداهمة والاعتقال التي انتهت الليلة الماضية في مخيم بلاطة باعتقال شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين. هذا المشهد يؤكد على الدموية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منذ بداية هذا العام الذي لازلنا في مطلعه. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان فلسطينيين، أحدهم في مخيم الدهيشة في بيت لحم، وآخر هنا في مخيم بلاطة شرق نابلس، وكذلك أيضا اثنان آخران في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. حالة التصعيد لا زالت مستمرة وشلال الدم لا زال ينزف. خالد بدير، قناة الغد، من مخيم بلاطة شرق نابلس، فلسطين.